من خلال هذه الورشة هذه الرابعة حاولنا أن نستجب أو نجاوب على مجموعة من التساؤلات، أهم الأسئلة ما هي أهم الموارد الطبيعية بهذه العمالة. ومن خلال هذا السؤال هذا حاولنا نحددوها في الغابة، غابة أرغان ديال المنطقة اللي كتشكل تقريبا 45% واد سوس، التربة، المقاليع والبيئة. كذلك حاولنا أن نجاوب عاوتاني على مجموعة من التساؤلات، ألا وهي الضغوطات، ما هي أهم الضغوطات على هذه الموارد الطبيعية، من بينها الرعي الجائر، الزحف العمراني، الفلاحة، الفراغ القانوني، ضعف التحسيس. في نفس الإطار كذلك تحدثنا عن المجاري المائية وعلاقتها بالزحف العمراني والإشكالات اللي كيخلقها هذا الأمر. كذلك ناقشنا الموارد المائية الباطنية بما فيها مصادر التزود بالماء الصالح للشرب، كذلك المياه المستعملة في مجال السياحة، المجال الصناعي، وإشكالات ومجموعة الإشكالات اللي كيشكلها بعض الأنواع ديال الاستغلال غير المقننة. كذلك تحدثنا عن الساحل والإشكالات المتعلقة بالبيئة على هذا المستوى هذا، كذلك المتنزه الوطني، وكذلك الإشكالات اللي كيعرفها ما يسمى بالبيئة الحضرية، أي الإشكالات اللي كتكون عندنا على مستوى تدبير النفايات، تدبير المطارح، تدبير المياه المستعملة، انتشار آبار تطهير أو ما يسمى المطمورات، ومجموعة من الإشكالات أخرى. كذلك تحدثنا عن الإشكالات المرتبطة بالبيئة، بالتطور العمراني وعلاقتها بالتلوث ديال الهواء بما فيها يعني المحطة والنقل، لأن مجموعة ديال التنقلات ديال السيارات والشاحنات واحد البوليسيون دلار اللي هي كبيرة بزاف، وكيفاش أننا نحاول من خلال تنظيم هذا المجال ديال النقل أننا نحدو من المخاطر ديال التلوث هذا. كذلك تحنا على المقاليع اللي كاينة في المنطقة ومجموعة من الاختلالات، أي بما فيها يعني مخلفات الاستغلال بعد انتهاء استغلال هذا الكارير، ضعف المراقبة، وكذلك الاستغلال المفرط لهذه المقالع. إذن هذه كانت أبرز النقاط اللي حاولنا أن نناقشها من خلال هذه الورشة، لأنها كانت بالضبط موجهة للمجال البيئي.